السلام عليكم. فتح حصة إن شاء الله غنعطيكم واحد التمرين حول واحد الدالة المشتقة سانتوية. السلام عليكم. فتح حصة إن شاء الله غنحاول نعطيكم واحد التمرين بسيط حول مشتقة الدالة اف اس ان سانتوري. دابا عطينا التمرين طاك اف دو اكس كتساوي طاك 3 اكس ناقص جوج على جوج اكس زائد واحد الكل اس خمسة. قالك احسب اف بريم هكا. هاي الدالية اللي عطاك اف بريم دو اكس. دابا انت قبل ما تحسب اف بريم دو اكس اش خاصك تدرس؟ قابلية الانشقاق تاع الدالة على هاد المجال. الوغ اش غتقول؟ لدينا اكس يؤول 3 اكس ناقص جوج على جوج اكس زائد واحد دالة كي دايرة؟ قابلة للانشقاق ولكن خصنا نقولو التعريف. نقولو دالة جذرية إذن فهي قابلة للإشقاق على كل مجال ضمن مجموعة التعريف. شنو هي مجموعة التعريف تاعها؟ هي أن اثنان إكس زائد واحد خاص يكون كيخالف صفر، يعني اثنان إكس كيخالف ناقص واحد، واحد صيفط للطرف الآخر. الضرب اش كيولي؟ قسمة، يعني إكس يخالف ناقص واحد على جوج. شنو هي هاد؟ معناها يعني إيه محرومة من ناقص واحد على جوج؟ أولا هي موالاة فيني ناقص واحد على جوج أوفيغ اتحاد ناقص واحد على جوج بليس لها فيني. متفقين؟ غنقولو قابلة للإشقاق على كل مجال ضمن R محرومة، محرومة إما كدير لها بحق ولا بحق اللي بغيتي. R محرومة من ناقص واحد على جوج. هاي المهم غنحاول نعاود نكتبها. بالفرنسي on a x tend vers 3x moins 2 sur 2x plus 1 fonction rationnelle. Alors elle est dérivable sur chaque intervalle inclus dans R privé de moins 1 sur 2. Ça a fait قابل الإشقاق على كل مجال ضمن هذا المجال هذا. فهمتوني؟ يعني elle est dérivable dans chaque intervalle inclus dans R. تافقين؟ دابا نتوما اش غتبقاو تقولو عاوتاني؟ تفضل غتقولو ومنه هاد الدالة هادي اللي هي أس خمسة اللي هي اف دو اكس قابلة للإشقاق على كل مجال ضمن ار محرومة من ناقص واحد على جوج اللي هي هادي. تافقين؟ وبالتالي اف بريم دو اكس هكا تساوي 3 اكس ناقص جوج على اكس زائد واحد الكل اس خمسة. هادي الكل بريم. عندكم واحد القاعدة اف اس ان بريم هي ان اف بريم اف اس ان ناقص واحد. متافقين؟ سمحوا لي غنحاول نمسح هاد الصبورة. نحاول نمسح الصبر باش نحاول نوريكم شحال كتساوي. كنديرو تنشقو يعني ا بريم دو اكس شحال كتساوي؟ ان هي خمسة، يعني خمسة اف بريم هي هادي بريم عامل 3 اكس ناقص جوج على جوج اكس زائد واحد بريم عامل اف اس ان ناقص واحد. يعني هادي 3 اكس ناقص جوج على جوج اكس زائد واحد أس إن ناقص واحد، يعني خمسة إن هي خمسة، خمسة ناقص واحد هاي أس
خمسة ناقص واحد يعني أس ربعة. نحاول ندير أس ربعة. صلع غنحاول مساحة صبور باش كمل الشقة. كتساوي خمسة عام دابا باش تبان الشق هاد هادي بحال لك تقول عندي اف على الجي هي اف بريم في الجي ناقص اف في الجي بريم على الجي او كار. طبقوها اف هي الفوقانية هنا تعطيني تلاتة اكس ناقص جوج بريم فوا اكس زائد واحد. اف هي هاد الفوقانية و جي هي تحتاني اف اللي كاينة في الضغط و جي كاينة في المقام هي ناقص اف هي تلاتة اكس ناقص جوج في جي بريم هي في اكس زائد واحد اف بريم في جي بريم علاش علاش اكس زائد واحد اوكار. هادي فاش هادي راه بريم في تلاتة اكس ناقص جوج على جوج اكس زائد واحد الكل اس اربعة. اش كتساوي خمسة الشقاق تاع هادي شحال هي الشقاق تاع تلاتة اكس بوحدو شحال هو تلاتة الشقاق تاع جوج هي زيرو. هنا عطيني تلاتة عامل جوج اكس ناقص واحد زائد واحد ناقص هاد غتبقى تلاتة اكس ناقص جوج الشقاق تاع جوج اكس هي جوج بحال اللي قلتي ا اكس. عرفتي هادي اش كطبق هاد قاعدة تاع اف زائد جي الكل بريم كتساوي اف بريم زائد جي بريم كتشتق كل حاجة بوحدها هي واحد جوج اكس بريم هي جوج هاي شقاتها واحد هي زيرو بحال هكا بجوج. انا غنحيد اقواس ونخليها بجوج متافقين علاش على جوج اكس زائد واحد الكل اس اتنان عامل تلاتة اكس ناقص اتنان على جوج اكس زائد واحد الكل اس ربعة. شوفوا هادي راه جوج حقاش شقاق تاع جوج اكس هي جوج. هاد الكتاب اش كان نيوبا عندك ناقص تلاتة اكس ناقص جوج في جوج راه هي ناقص جوج عامل تلاتة اكس ناقص جوج راه بحال كاش كتكتب هاد جوج جبت له بحال بحال الوغ اش عطينا خمسة عامل غنشرب تلاتة تلاتة في جوج ستة اكس زائد تلاتة غنشرب الناقص و بجوج جوج في تلاتة ستة اكس الناقص هي ناقص ستة اكس ناقص ناقص زائد جوج ربعة هذه أربعة على جوج إكس زائد واحد أوكار فاش ثلاثة إكس ناقص جوج على جوج إكس زائد واحد الكل أس أربعة تافقي. دابا غنحاول نكملو هنا فوق مساحة السبورة أش غادي تساوي إف بريم هادي إف بريم دو إكس أش كتساوي خمس عامل ستة إكس ناقص ستة إكس هي زيرو ثلاثة زائد ربعة شحال هي سبعة علاش في إكس زائد واحد أو كاري فاش ثلاثة إكس ناقص اثنان على جوج إكس زائد واحد الكل أس أربعة. من هاد الحدا بول ستة إكس ناقص ستة إكس هي زيرو ثلاثة زائد أربعة هي سبعة هادي شحال مسح هادي هادي راه هي خمسة في سبعة على جوج إكس زائد واحد أوكار عامل ثلاثة إكس ناقص جوج على جوج إكس ناقص زائد واحد هادي سمحوا لي الكل خاصني ندير الكل أوكار مسح هادي اش كتساوي خمسة في سبعة هي خمسة وثلاثين أو غتعطينا خمسة وثلاثين على جوج إكس زائد واحد الكل أس اتنان هادي خصني نحيد هاد القوسات عامل تلاتة إكس ناقص اتنان على جوج إكس زائد واحد الكل أس ربعة هادي أس ربعة سمحوا لي على هاد الخطأ هادي راه أس ربعة هادي راه أس ربعة أس ربعة أس ربعة هادي راه أس ربعة ماشي أس اتنان عافاكم أس ربعة أس ربعة سمحوا لي على هاد الخطأ هادي اللي خطأت ليكم أس ربعة صافي هاهي المشتق حسبتها هادي اف بريم دو اكس صافي وانا حسبتها متافقين متافقين بهاد الحصة غنتابع معاكم بهاد القدر هذا في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز لكم الراتبة تهدال ان شاء الله.
كيفية حساب راتبة الدالة انطلاقا من المشقة. يلا خليكم دابا في أمان الله.